للخصم او ضد او مع الفريق بتاعه يعني. طبعا هو النهارده عمل تصريح يعني بيحفز جمهور فرقته شويه، قال لهم ان احنا قادرين ان احنا نكرر ماتش 2007 لو كل تفتكروا طبعا. كان كارثه هنا في استاد القاهره، كان في اخطاء تحكيميه وكل حاجه، بس ده ما يمنعش ان النجم عمل ماتش كبير وقدر ان هو يكسب 3-1 في القاهره. وهو يعني لعب على الحته دي النهارده وقال احنا قادرين نكرر دوت، وهو بحكم ان هو كان لعيب سابق وموجود في الفرقه وقتها، اعتقد ان هو برضه يعني داخل في الاجواء وحاسس بقيمه النادي الاهلي وباهميه المباراه، والماتش زي ما قلنا مش هيكون سهل خالص. وفي مشكله برضه في الماتش دوت، ان الجبهه اليمنى بتاعت النجم الساحلي جبهه قويه جدا، واحنا عندنا علي معلول بيتقدم، شفناه في ماتش الترجي كان نجم الماتش طبعا، فلازم نخلي بالنا من الحته دي يعني. ناحيه الشمال بتاعتنا هيكون عليها عامل كبير قوي يعني. هو اعتمادهم فقط على الجبهه يعني، هو ابرز الاسلحه اللي عندهم ايه؟ ومن خلال انت اتفرجت على مباراه الاهلي طرابلس؟ هم عندهم ديفندر في نص الملعب لعيب عالي قوي، والجبهه اليمنى الباك اليمين والجناح اليمين هي دي اللي هتبقى فيها كل المشكله. غير كده بقى يعني الماتش اعتقد هيبقى الى حد ما متناول. نحلل المباراه بتاعت اهلي طرابلس والهدفين اللي حرزهم عمرو مرعي، هم بيعتمدوا على الكرات العرضيه واستغلال الفراوده بالنسبه ليهم، قدرتهم على اللعب. انا عايز اقول لك ان الاهلي يعني حظه سيء، ان عندهم مهاجم برازيلي اسمه داكوستا، ده اتطرد في ماتش الذهاب بتاع اهلي طرابلس، هو المهاجم الاساسي يعني. عمرو مرعي لسه لحد دلوقتي ما خدش فرصته الكامله وبيلعب بديل، فهو يعني حظه هيعود. لا هو عمرو مرعي دلوقتي خلاص بقى بيلعب، غاب المهاجم البرازيلي مش بيلعب، حظه حلو. انت قلت سيء. سيء لان المهاجم البرازيلي ده ضايع يعني، انت هو اسم بس برازيلي وبتاع. لا انا قلت ان انت هتقول قوي. لا لا ده عمرو مرعي احسن منه بكتير والله، بس هم لسه عشان عمرو مرعي لسه جاي فما دخلش في اجواء الفرقه وكده، فهو بيلعب بديل للبرازيلي ده. ولما جاب الجولين بقى خلاص هو كده ثبت اقدامه تمام، وفي كلام ان هو هينضم لمنتخب مصر الفتره اللي جايه وكل ده. فده من سوء حظ الاهلي ان المهاجم البرازيلي ده ما لعبش، هو يعني قدام الجول يعني شفاف والله ما مش موجود. حلوه المعلومه دي. طب احنا عايزينه يرجع بقى. عايزينه يرجع في ماتش العوده بقى ان شاء الله. طبعا ده يعني فريق النادي الاهلي وهو بيتجه لملعب التدريب، يعني طبعا كل التركيز موجوده في وشوش اللعيبه، طبعا حته الفرحه موجوده والثقه مهمه جدا، بتبقى دايما بعد اي فوز قوي، خلي بالكم فوز قوي مش سهل ابدا، انت تفوز على الترجي في الترجي وتحقيق نتيجه لحد الناس كانت مستبعداها، حد كبير جدا، ناس كتير قوي كانوا مستبعدينها، فبالتالي يعني انك تفوز بتخلي حتى الثقه موجوده، الهدوء موجود، ثقتك بنفسك وقدرتك انك ممكن تعود في اي لحظه في المباراه، حتى لا قدر الله لو في اي حصل في وقت المباراه مشكله، انت عندك خلاص بقى عندك القدره والثقه انك ترجع في اي وقت. انت كمان يعني ماتش الترجي ده دخل النادي الاهلي في اجواء البطوله يعني، هو الاهلي هو بيحب الحته دي، انت يعني صعب الموضوع على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي، هتشوف حاجه تانية في الملعب يعني. احنا كان في انتقادات كتيره بتوجه للفرقه والاداء وطريقه اللعب ويعني هنا كان الماتش في كلام، خلي بالك انت كنت متسيد المباراه، مش ما لسه كنت هقول لك يعني. احنا قبل ما نروح الكلام كله ان خلاص المهمه صعبه، صعب نكسب الترجي في تونس، الترجي على فكره فرقه هايله جدا من احسن فرق البطوله السنه دي، لكن هي دي الاجواء اللي النادي الاهلي بيتالق فيها، وشفنا في يعني في الماتش 90 دقيقه يعني شفنا حاجه تانية خالص غير اللي كان بيتقال قبل الماتش يعني. اسبوع فتره زمنيه بين ماتش الذهاب وماتش العوده، كان فرقه تانية جديده وروح جديده، واعتقد ان ده هيسهل المهمه بقى في ماتش الحد الجاي ان شاء الله. طيب بتشوف عوده في المباراه القادمه وعوده المصابين، واحد زي سعد سمير خلاص بيشترك بشكل قوي، تعافي طبعا وليد ازارو بعد الشد اللي كان جاله في المباراه اللي فاتت، وليد سليمان برضو نفس الموضوع، حته اكتمال الفريق وحته اللي بقى يبقى انت ككابتن حسام الحمد لله ما عندكش اي مشكله سواء بخط دفاع خط هجوم، برضه بتفرق كتير مع نفسيه اللاعبين زمايله في الملعب. طبعا انت لما تبقى قاعد مطمن ان انت حتى عندك اوراق موجوده على الدكه، تقدر يعني عايز تغير فكرك في اي وقت في 90 دقيقه، تقدر عايز تنفذ طريقه معينه، في نقطه ضعف مثلا عايز تشتغل عليها، فيبقى عندك اللعيبه اللي تقدر توظفها في الاماكن اللي انت شايف فيها قصور عند المنافس. فاعتقد ان عوده المصابين وان الفرقه كلها جاهزه والروح اللي بقت موجوده دلوقتي
يعني كل دي عوامل هتساعد في ماتش الحد ان شاء الله. لكن برضه احنا لازم برضه نشكر سياده معالي السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس، مجهود كبير ايضا بيقوم بيه مع كابتن سالح حفيظ في حته توفير الراحه للفريق، وده مهم جدا جدا حته الهيئات الدبلوماسيه اللي بتبقى موجوده في الدول لما يكون في فريق كوره وبيمثل مصر في بطوله مهمه زي كده، حته المساعده دي اعتقد لازم نشكرهم بشكل كبير معالي السفير نبيل الحبشي. طب خلينا برضو يعني واحنا بنتكلم كده وامامنا الشاشه تدريب النادي الاهلي، يعني برضو كان رايك ايه في في في, في الشكل التكتيكي خصوصا في الشوط الثاني بالنسبه لفريق الاهلي واللي تفوق بشكل كبير على فريق التارجت تونس؟ لا هي دي النقطه بقى اللي عايزين نتكلم فيها. احنا دلوقتي الفرقه في انتقادات كتيره بتوجه لكابتن حسام البدري علشان التحفظ. احنا عارفين طبعا مسؤوليه كبيره على كابتن حسام ان هو ماسك فريق زي الاهلي، انت اي بطوله اي ماتش بتلعبه اي حاجه بتبقى مطالب دايما بالفوز، فهو برضو الحته دي بيبقى دايما عامل حسابها ان هو بيامن الاول دفاعاته وبيبقى كانها بلان بي ان هو يهاجم. انما شفنا في الشوط الثاني لما بقاش عندك حاجه تبكي عليها، الترجي تقدم وانت كده كده متعادل ماتش الذهاب، فلعبت بقى بشكل هجومي، حررت مفاتيح لعبك. شفنا علي معلول يعني عمل شوط عالمي الصراحه وحول الماتش يعني هايل عمل جول وسجل الثاني، فيعني حاجه هايله بصراحه. فهو ده اللي مطلوب، العب لعبك، العب كره هجوميه. ما يعني انت دلوقتي خلاص هم انت هتنزل يوم الاحد عاملين لك الف حساب، فرقه خايفه منك، هتعتمد بس على الضغط اللي في الاول، الجماهير والمشاحنات والكلام ده. واعتقد اللعيبه كلها لعيبه دوليه يعني وخبره كبيره تقدر تتعامل مع الموقف. انا هقول لك حته الجمهور ده، يعني طبعا جزء كبير من اللاعبين ما خلاص ما بقوش يلعبوا قدام جمهور يعني، بس معلش برضه انا لما لكن لا انا بشكرهم. خلي بالك ليه، انا خلاص بقى بالرغم ان انا بقى ما عنديش جمهور هنا وان انا ما بلعبش تحت الضغط ده، ولكن دلوقتي ببقى الاقي جمهور ما بخافش، بلاقي اي حد ما بخافش، فبالتالي يعني لازم يشكروا في الجزئيه دي ان هم بقى عندهم الثبات الانفعالي سواء بقى جمهور موجود او مش موجود. ده اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي عندهم الجزئيه دي ولازم نشكرهم عليها، لان طبعا لما تكون انت دايما متعود ان انت تلعب بجمهور 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 ماشي، اقول لك ماشي، لكن ما فيش جمهور وتلعب بالشكل ده، لا دي حاجه مميزه جدا. حاجه تحسب ليهم الصراحه طبعا. بس برضو تعالى نمسك الاسماء، شوف لعيب لعيب كده كلهم لعيبه دوليه يعني. صحيح. ولعيبه عندها خبرات سبعة كبيره على فكره، سبعه مسيرته الكبرى اختارهم لمنتخب مصر. وعندك وليد ازارو في منتخب المغرب، هو ما استدعاهوش التجمع دوت، لكن هو برضو لعيب دولي، وعلي معلول لعيب دولي وخبرات كبيره في الملعب. حتى اللعيبه الصغيره اللي محمد هاني لعب منتخب شباب، حسين السيد كان في منتخب قبل كده ايضا، يعني كلهم تقريبا حتى اللي ما استدعوش المره دي هم يعني خاضوا تجارب دوليه كتيره ولعبوا نهائيات مع النادي الاهلي ولعبوا تحت ضغط كبير. فيعني حاجه تحسب ليهم برضو ان هم بيلعبوا بالاداء دوت قدام جمهور وبره ملعبك، وان شاء الله يكمل برضو قدام النجم الساحلي والمشوار بقى يبقى سالك للنهائي ان شاء الله. طيب يعني نكمل كلامنا على النجم برضو، يعني حته ان انت كابتن حسام البدري لما اتكلم على مباراه الترجي اتكلم ان الحسم سيحسم في تونس، حته ان حته الحسم بقى برضو في المباراه دي كده زي دي مباراه النجم ستحسن في استاد برج العرب؟ لا زي ما كابتن حسام قال في قدام الترجي ان الحسم هيحسم في تونس، مش معنى كده ان عشان احنا كعبنا عالي في تونس ولا حاجه، لا هو الماتش هيحسم في ماتش العوده. فهنا في فرصه كبيره للنادي الاهلي عن ماتش الترجي ان انت بتلعب العوده على ملعبك، فهتكون فرص ان انت تحسم اسهل، والموضوع يعني هيبقى اسهل من الترجي بكتير. ومش شايف يعني ان فرقه النجم الساحلي فرقه مخيفه ولا فرقه يعني مرعبه. انا قصدي برضو المباراه على شوطين مش شوط واحد. فالحسم هيبقى هنا مش في تونس ايا كانت النتيجه. انت تحقيق النتيجه الايجابيه ده المهم طبعا. طبعا انا واحد من الناس صراحه كنت مبسوط ان المباراه الاولى هناك. طبعا انت اي حد بيلعب عايز اول ماتش بره ملعبك والثاني على ملعبك بقى، يعني لو لا قدر الله حصل حاجه. عشان كده صعوبه مباراه الترجي كانت صعبه جدا طبعا، جدا جدا يعني الناس كلها اتخدعت في النتيجه وقالت خلاص بقى انت بره، لو تعادلت 0-0 او 1-1 هتخرج، فكان الموضوع صعب. لكن دلوقتي انت هتبقى عندك الماتش الاولاني بره ملعبك والثاني بقى هتبقى محضر كل السيناريوهات، لو لا قدر الله في خساره ولا حاجه هتبقى عامل حسابك ان انت هتنزل الماتش الثاني هتعمل ايه، لو في تعادل هتعمل ايه، لو كسبت هتعمل ايه. كل الحاجات دي بتبقى حلول اكتر ان انت في ماتش العوده تقدر تتحكم في المباراه زي ما انت عايز. طيب خلي بالك الثقافه دي برضو، انت راجل رئيس قسم الكره العالميه باليوم السابع، ثقافه الفوز بره دي مش موجوده، يعني اختلفت تماما خالص دلوقتي في مصر خصوصا عند النادي الاهلي.
لا متعودين من النادي الاهلي بره دايما ان بره زي جوه، لان زي ما قلت لك في الاول ان كابتن حسام المسؤوليه اللي عليك كبيره، ان اي ماتش بيدخله انت مطالب بان انت تكسب، انت مطالب تلعب كره حلوه، انت الناس قاعده في الشارع وعلى القهوه بتقول لا اعمل كذا وما تعملش كذا، ففي ضغط كبير دايما حاصل. فان انت تلعب بره زي جوه اعتقد ان ده امر طبيعي بالنسبه للفرق الكبيره كلها، والفرقه ما قصرتش يعني قدام الترجي، وبيتهيألي ده هيتكرر برضو قدام النجم الساحلي. انت داخل بدفع معنويه كبيره، انت عامل نتيجه قويه قدام الجماهير التونسيه، انت برضو حته الرهبه من الجماهير اللي كنت بتتكلم عليها خلاص، يعني لو في حتى اتنين تلاته اتعودت عليهم بقى خلاص، وتعودت على الشكل التشجيع وكلامه كمان مثلا الجمهور التونسي يعني جمهور صعب جدا في شرس. لا هو شرس تشجيعه بيحب فرقه طبعا طبعا. خلي بالك انت عندك فرق قويه جدا، انت بتتكلم في ترجي افريقي نجم صفاقسي، يعني فرق الاربعه دول بالذات هم طبعا الانديه التونسيه طول عمرها مميزه، وبتبقى يعني ند للنادي الاهلي في كل الاوقات. فان شاء الله الفرصه هتكون كبيره في ماتش النجم، وان هي بس المشكله هتبقى ناحيه الشمال بتاعتنا. ناحيه الشمال دي اتظبطت، انت 90% من الماتش خلص. انت قصدك دفاعيا تتظبط؟ قصدك دفاعيا تتظبط، حد يبقى بيميل مع علي معلول يسند معاه، وفي نفس الوقت ما نخسرش علي معلول هجوميا. خلي بالك هي دي هتبقى المعادله اللي فاتت. كان وليد بينزل مع فتحي، وكان مؤمن بينزل مع مع معلول. الشوط الثاني لما جاي نزل الموضوع اختلف بقى، انت خدت ده كنا بنشوف معلول بيخلي كل الناس واقفه ورا، مش عايزين، ما كانش بيهاجموا نتيجه طبعا تقدم معلول بشكل معلول جديد. كان عامل جبهه قويه جدا، فهي دي بقى اللي هتحسم يوم الاحد. عندك الجبهه اليمين بتاعتهم قويه، واحنا الجبهه الشمال برضو في الاهلي قويه، فهي دي اللي هتحسم المباراه. قدرت انت توقف الناس بتوعه وعلي معلول يشتغل شغل هجومي، خلاص انت كده ركبت بدرجه كبيره. اللي حصل بقى العكس، وان هم يعني اجبروا علي معلول على الدفاع وضغطت الحته دي بشكل كبير، فاعتقد ان دي هتبقى مشكله كبيره للنادي الاهلي. طيب خلينا اكلمك ما دام احنا اتكلمنا على الشمال بقى واليمين، تشكيل ممكن كابتن حسام ممكن يغير فيه ولا يفضل زي لا ما هو؟ لا لا تشكيل مباراه الترجي يعني شبه مستحيل تغير، انت كسبان بره ملعبك ومعنويات مرتفعه والناس كلها واخده ثقه، مش هي... ما ينفعش اصلا تغير دلوقتي. يعني انت رايك ان هي نفس الافراد نفس اللاعبين؟ هو لو هيبقى فيه تغيير ممكن ازار ورايح عشان